وهنا لا بد من التنبيه إلى أن قولنا هذه المدرسة مدرسة الأثر وهذه مدرسة الرأي ليس معنى ذلك أن هؤلاء لا يفسرون إلا بالأثر الذي يرونه وهؤلاء لا يفسرون إلا برأيهم، بل المقصود أن هذه المدرسة غلب عليها الأثر وهي مدرسة الحجاز، ومدرسة العراق غلب عليها الرأي فقط. وإلا فالرأي المقصود به هنا الرأي الناشئ عن علم، فلا يجوز القول في القرآن بالرأي الذي لا ينشأ عن علم، ولذلك قالوا لا يعد في الرأي المنهي عنه ما يقوله النحوي بنحوه واللغوي بلغته، فهذا ليس من الرأي المذموم الذي نهي أن نقول في القرآن فيه برأينا، فمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فالمقصود بالرأي حينئذ الفلسفة، وأن يعمل الإنسان عقله على غير علم وعلى غير هدى. أما ما كان مستنداً إلى لغة العرب التي أنزل بها القرآن بلسان عربي مبين، أو كان مستنداً إلى الأحاديث فيجمع الإنسان بينها وبين الآيات، أو يجمع بين بعض الآيات وبعض برأيه وعقله، فهذا ليس من الرأي المذموم بل هو محمود مطلوب. فالله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.